أولا السلام عليكم، هنقدم لكم طريق ديال التسجيل في شركة ليبرتاجية البرتغالية. يعني أول حاجة اللي غادي نقول، أي واحد بغى يدخل لهاد الشركة خاص يكون عنده واحد سبونسور، يعني شخص هو اللي يكون دخله، ما يمكنش شي واحد يدخل بوحدو. من هاد سبونسور بغى يدخلو كيصيفط لي واحد ليان، أنا ندير دابا ليان ديالي نوريكم الطريقة ديال التسجيل. اول حاجه كدير هاد كونفيرم، كتكليكي على كونفيرم وكتعمر لي زانفورماسيون اللي كاينين هنا. اول حاجه نيك نيم، هي كتعني اللقب ديالك، كتختار شي لقب شي كتشتهر به. تاني حاجه فيرست نيم، السميه ديالك الاولانيه، حميد، نجات، كريم. سور نيم، الكنيه ديالك. دوكيمون، نيميرو ديال لاكارت ناسيونال ديالك، او الباسبور او البيرمي. بيرز ديت، دات دو نيسونس، تاريخ الازدياد. هنا ايميل، بريد الكتروني، وحده تعاودوا باش تاكد راه نفس البريد الالكتروني. باسورد، مود باس، وما يكونش كبير وما يكونش صغير. وهنا تكرر نفس المود باس هذا البين، هذا مود باس ثاني ديال ترانسفير ديال تحويل النقود. وحده تكرر نفس المود باس. ابري كتعاود هاد الكابتشا اللي كاينه هنا، كتعاودها هنا وكتكليك على هاد الكارور الصغيور اللي كاين هنا وكدير ريجستر. وإذا تبعت هذه الخطوات راك ما تواجه حتى شي مشكله. دابا ندخل الكونت ديالي نوريكم الطريقه ديال تسير الكونت ديالك في ليبرتاجيه. هذه الطريقه ديال الدخول، كدير البريد الالكتروني ديالك والمود باس، كتعاود الكابتشا اللي كاينه هنا. وكدير هاد الكاروس الصغور اللي كاين هنا وكدير رجل. اول حاجه بغيت نقول لكم، هاد الفيديو اللي كتشوفوا هنا ديال بانك تبين ليبرتاجيه، هي واحد سبونسور ديال واحد الرالي كورس مشهور، هي سبونسور ديالها، هي اللي كت مويله ديالهم. كما كتشوفوا الرالي راه مشهور، يعني ان الشركه راه صادقه ومعقوله وفيها الفلوس، خاصها شويه الصبر والخدمه. ندخلو دابا نديرو لوغين، الكونت ديالي يتحل. هنا كيكونوا عدد ديال الناس اللي دخلوا بسميتك باليان ديالك. هنا الكارو هذا الصفر الرتبه ديالك، لان كتعرفوا ان البطاجي فيها 6 لي كراد، وكل كراد بالتمام باش كتخليه. الجراد الاول فابور، حنا كندخلو فابور. هاد الاحمر بلاصه لي بوين اللي كتجمع في الريزو ديالك، وهاد الزرق البالونس الرصيد ديالك. كما كتشوفوا هنا السميه، تكون فيها السميه وهنا اللقب، وهنا هاد الزرق الليان، الزرق الليان ديالك اللي بقى تصيفط لبنان باش يتسجلوا تحتك. نوريكم دابا هنا هادي ابجريد، ها هما لي كراد ديال الشركة. كيما كتشوفو هنا برونز، حنا كندخلو برونز فري، يعني فابور مكنخلصو والو. وكيعطيونا واحد الاوبسيون فيه 10 جيجا ديال تخزين المعلومات ديالنا، تصاور، فيديوهات، 10 جيجا. الشركه حنا كندخلوا لي فابور ومازال كتعاوننا، كتعطينا 10 جيجا ندخلوا فيها المعلومات، تخزين المعلومات كنربحوا. الشركه تعطينا واحد الخدمه خصنا نديروها كل نهار مده 5 ايام في السيمانه، كنربحوا منها $15 في السيمانه. ومي كنجيبوا حنا الناس
كنطوروا الريزو ديالنا وكيديروا الخدمه ديالهم حتى هما كل نهار كنربحوا 1% من الارباح ديالهم. عاد كاين الارباح ديال الاكليب الريزو، عاد كاين بزاف الارباح. الجراند ثاني بوستر كما كتشوفوا داير 399 دولار العام، الجراند كتشري العام في ميزه ديال 100 جيجا ديال تخزين المعلومات، ماشي هنا كما هنا 15 ولكن هنا 25 اللي كتربح، و 20% ديال التيم بونوس ديال الفريق كامل ديالك، والريزو كامل مي كيديروا الخدمه ديالهم كتربح 2%. جراد اللي تابعو سيلفر داير 896 دولار، ميزة 500 جيجا تخزين المعلومات، 50 دولار اللي كتربح في السيمانة. هذا الدخل الفردي 50 دولار. الجولد 1599 دولار، وطبيعي الحال ما كتخلصش من جيبك، كتخلص من الارباح اللي ربحتي من قبل. واحد تيجا بايت دي تخزين المعلومات 100 دولار كتربح في السيمان. بلاتينيوم 2999 دولار العام، 5 تيجا بايت تخزين المعلومات و 200 دولار السيمانة. وأخيرا آخر جراد فيزيوناري 5996 دولار العام، الميزة 10 تيجا بايت تخزين المعلومات و 400 دولار السيمانة. هادشي بطبيعة الحال كيبغى شوية الصبر والخدمة وكمال على الله. هنا هذا فينانسيال بالانس، الدلائل ديال الدفع، اي حاجه غتكون بالدليل ديالها. انا الله في الرتبه الاولى برونز، مي كندير الخدمه ديالي كيدوز في الفينانسيال، والتاريخ ديال تاريخ امتى داز واش من سيمانه، كلشي بالدلائل، يعني الشركه ما غادي تشفرك حتى في دولار. هذه بي جي او بوان ديال لي بوان اللي كتجمع في الريزو ديالك. هنا النيتورك، هنا الشبكه ديالك، هذا انا هو هذا، ماشي اني جبتهم كاملين، مينيموم خصك تجيبها جوج الناس، تقيد جوج وكل جوج يجيب جوج ديالو. خص يكون ضروري اكليبر بين اليمن الرجل ديالك في اليمن والرجل ديالك في اليسار. نكليكي على هذا، كليكي على هذا. انا حسبت في الرجل ديالك كاين تقريبا 30 واحد، ومازال كيكبر، يعني شركة فابور الرجل دغيا كيكبر، كيتقيدو الناس باغيين يخدمو الشركة راه فابور كيزعمو. هاد الناس ما قيدتهمش كاملين، قيدوهم الدراري اللي جبت انا، ونفس الوقت راه كيتحسبو عندي تحت مني، كنستافد منهم. هذا هو التسويق الشبكي. هنا نيتورك كتبان الشبكه ديال كامله، وهادي حدانا شونس بيروفار. اون فوا كتسجل واحد في اليمن كدير سوبمي، كتشونجي اليسر باش ما تسجلش واحد في نفس اللين. سجلتي اون فوا سجلتي واحد في اليسر ولا في اليمن، استبدل دير اليمن، ديما تسجل الناس بالجهه الضعيفه ديالك باش يكون توازن. هذه هي الطريقه ديال تسير الشركه
كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان وشكرا.